اليوم راح نسوي بقلاوة تاج الملك. اشتريت الفستق فريش، فقبل ما راح اضربه بالماكينة راح شوية احمصه لخمس دقائق سبع دقائق حتى القشر ينشال. هو بس بنفخة صغيرة القشر كله راح ينشال، راح يطير. مع التقليب مستمر لخمس دقائق سبع دقائق نشيله من النار حتى ينتقل للمرحلة اللي بعدها، حتى نسويه بحجم معين حتى نشتغل عليه. راح أجرش الفستق وأرجع لكم بالخطوة اللي بعدها لأن بيها صوت. صار بهالشكل هذا، بس راح اشيله ونرجع للخطوة اللي بعدها. نسويه كلش ناعم، يعني تركي شوية كبار بيها حتى من تخليها تحشيها البقلاوة حتى تنطي طعم الفستق، مو حتى تصير مثل الطحين. هسه ننتقل للمرحلة اللي بعدها. راح اخلي هيل، ما راح اخلي الشكر، وانما راح اخلي الشيرة اللي اسويها واخليها بالثلاجة. حتى تلزق، يلزق الفستق مع بعض حتى من نجي نحشي البقلاوة مالتنا ما تتفتت وتصير في المكان. ما ضفت اي شيء اخر بس الشيرة. تقريبا خليت ربع كوب. هاي لزقت، تشوفون شلون تلزق سوا. بس راح نلتقن العجينة مالتنا. طبعا راح اسوي صينيتين، صينية بالفستق وصينية بالجوز. صراحة الصينية بالزبدة، لا تنسينا الأطراف. ننتقل للمرحلة اللي بعدها. راح ازيل الشيء الزائد اخليه بالصينية اللخ، لان انا اذا اسوي صينيتين. ننتقل للشيرة، اخلي ثلاثة كوب شكر. وكوبين مي. هاي ثلاثة، راح اخلي كوبين مي. راح اخليه على النار ومع شريحة حامض. راح ننتقل للزبدة، راح اخلي باكيت كامل اللي هي كوبين مملحة سالتد. تشوفون سالتد، وهاي كوبين. لو تشوفون القياس هنا مكتوب، هذا كوب وهذا كوب. راح اخليها على النار حتى تغلي، لان ما اريد مي بيها، حتى من نخليها على الزبدة ونطلعها من الفرن من نخلي الشيرة ما يصير بيها مي، تخرب عندنا البقلاوة وثانية ما تصير مثل العجينة. هسه راح اخليها على النار حتى تغلي. راح نجي للعجينة مالتنا. خليت ورقة زبدة جوا. اكو هواية بنات يشتكون يقولون العجينة عندنا تتكسر. هسه راح نجيب خاولي مال المطبخ، يعني يكون خاص بالمطبخ. بللته شوي، يعني هو شبه مبلل وجاف، يعني عصري شك ومي، يعني بللته شوي شبه بين مبلل وبين جاف. راح افرش العجينة مالتي. هالشكل. بعد ما راح نقيسها، طبعا هي تجي مستطيلة احنا نريدها مربعات.
مثلا هسه هذا راح يصير مربع واحد، بعدين مثل اذا تشوفون راح اقصها منه، هذا راح يصير مربع واحد، هذا اثنين وهذا ثلاث وهكذا. راح اقيس العجينة كلها بعدين نرجع حتى نقصقصها سوا. هسه سويتها 8 انش، اي مين 6 انش، قصدي 6 انش 8 سنتيمتر، يعني الطول، وسويت حركة حتى اميز هاي 8 سنتيمتر، كلهم سويتهم 8 او 6 انش. بعدين راح نجي منه نفس الشي حتى يطلع عندنا مربع مضبوط. هم راح نجي على تشوفون 8 سنتيمتر على 8 سنتيمتر وهكذا، نستمر لحد ما نكمل المربعات كلهم ونقصهم. احنا جاهزين حتى نقص العجينة مالتنا. طبعا اني اخذتها كلها سوا، شوفون حتى لا تخرب عندي، حتى تطلع كلها نفس المربعات، وبعدين نقدر اذا نشوف القطعة الوحدة ثخينة نقدر نفصلهم نسويهم بالنص بالبيتزا كارر او بالسكينة اللي عندها اللي عندك اللي متوفر. راح نقص العجينة مالتنا، هاي قصتها. بعدين بالقياسات اللي اني مخليتها، هاي هسه صارت مربع واحد، راح اقصهم اكمل التقطيع من الطول وبعدين نرجع بالعرض. راح نرجع نقص بالعرض 8 سنتيمتر ب8 سنتيمتر او 6 انش ب6 انش، تطلع عندنا مربع، واذا فضلت اي شوائب او زوائد منا راح نشيلهم. هسه راح نشوف المربع عندنا شلون طلع، شوفوا صار مربع، لا هو كبير ولا هو صغير، راح تصير بهالشكل هذا. راح نكمل التقطيع ونرجع. ما كمل التقطيع صارت عندي مربعات، هاي راح اغطيهم بالفوطة اللي بللناها شبه مبللة وشبه يابسة. راح اخليها هيجي حتى العجينة من اشتغل عليها لا تتكسر بعد ما اخلص، لان هاي العجينة راح نطول فيها حتى لا تتكسر عندنا. هسه راح نبدي الشغل. راح اشيل مربع واحد، هسه هذا كلش تخين، ايش راح نسوي؟ راح نقسمه بالنص، مو شرط يكونون both even، يعني اثنينهم نفس الطبقات مو شرط، يعني عادي انت من عينك راح تعرفين. وارجع الباقي هنا حتى لا تخرب عندي. اشيل اخذ الحشوة اخليها بالنص بهالشكل هذا، واجمع الاطراف بهالشكل بهالشكل، وابدي اضغط ابدي اضغط اخذها واخليها بالصينية، وحتى اللي بالصينية راح اغطيهم، ما راح اتركهم هيجي. لا تخلون حشوة قليلة حتى لا بعدين تاكلون بس ورق بقلاوة وشكر. منهم كلهم نرجع نشوف الخطوة اللي بعدها.
هسه بعد ما كملت ما راح اخلي الزبدة هيك عليها، راح اخذ الفرشة بهالشكل هذا. اني دهن الصينية زبدة، تأكدي انه الزبدة تنزل بكل مكان. حميت الفرن على 350، راح اكمل صب الزبدة عليها ونرجع نشوف الترتيب الاخير. هجمع الأطراف سوا، هسه راح ندخلها للفرن ونرجع نشوف النتيجة النهائية شو راح تطلع. هاي كملت، طلعت من الفرن بعد ما أخذت لون ذهبي، خليت الشير عليها. تبرد حتى أشيلها من الصينية وأخليها بمعجون التقليم.